الفاسكولار باثيك رياكشن باترنز، احنا عندنا البلاد فيسلز بترياكت لانسلت عندنا في الجسم سواء كان اكسترنال او انترنال بباثولوجيك باترنز، هي مجمعينها تحت فاسكولار باثيك رياكشن باترنز. البلاد فيسلز عندنا في الديرمس، يبقى الباثولوجي هيبقى مينلي في الديرمس. البلاد فيسل عندي عباره عن وول واليومن، يبقى انا هلاقي اي باثولوجي سواء كان في الديرمس اللي حواليها في البلاد فيسل او في الكونتنت بتاع البلاد فيسل، يبقى هيندرج تحت الفاسكولار باثيك رياكشن باترن. ممكن تكون نون انفلاماتوري بيربرا، اللي هي عباره عن مجرد اكسترافازيشن للار بي سيز من جوه البلاد فيسل، وهي بيسموها نون انفلاماتوري لان هنشوف بعد كده الانفلاماتوري هيعمل ايه. ممكن تكون فاسكولار اوكلوسيف ديزيز، اوكلوجن اوف ذا بلاد فيسل سواء كان بالفايبرين او كان بثرومبس او كان بامبولس سواء كان حاجه زي الكوليسترول امبولس. ممكن تكون ارتكاريال، الارتكاريال تعتبر فاسكولار باثيك رياكشن باترن لان بيحصل ليكج اوف ذا بلازما من البلاد فيسل، فبتعمل لي حواليها ديرمال اديما فتدي لي البيكتشر بتاع الويل دايلاتيشن اوف ذا فيسل، هيعمل الاريثيما مع الاديما اللي هي الليكج اوف ذا البلازما منها، وبالاضافه في نيوتروفيليك انفلتريشن حوالين البلاد فيسل. ممكن تكون توصل لدرجه فاسكولايتس حيث حصل انفلاميشن في الفيسل وول، والانفلاميشن في الفيسل وول ده ممكن يكون ليمفوسيتك، ممكن يكون اللي هو المشهور عندنا اللي هو اليوكوسايتوكلاستيك، حيث النيوتروفيلز هي اللي بتبتدي تكسر البلاد فيسل وتدينا شكل اليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، او انها تكون نيوتروفيليك درماتوزيز. النيوتروفيليك درماتوزيز ديت كاتيجوري بيبقى فيها انفلتريشن للديرمس بنيوتروفيلز، لكن بما ان ما حصلش ديستركشن للبلاد فيسل فهي ما وقعتش تحت الفاسكولايتس، مجرد انفلتريشن للنيوتروفيلز من البلاد فيسل حوالينه للديرمس. الكوتينيوس مانيفستيشنز اوف كوفيد 19 من اول ما بدا الابيديميك ابتدت تطلع كيس ريبورتس ان في مش عارف ايه ارتكاريا في ماكيولو بابيلر. الكيس ريبورتس الكتير دي بعدين حصل فكره ان هم يعملوا لارج كيس سيريز يشوفوا هل الكوتينيوس مانيفستيشنز دي كاتيجورايز تحت جروبس، وعملوا ريجستر كبير جدا للامريكان اكاديمي ضمت اكثر من 700 حاله، وفعلا لقوا ان هم كلهم كاتيجورايز ان 6 جروبس، يا اما يكونوا ماكيولو بابيلر، يا اما يكونوا ارتكاريال، يكونوا فيزيكولر اللي هو تشيكن بوكس لايك، او يكونوا تشيل بلينز لايك، وفي بيتي كي وبربرا او ليفيدويد. دوت المورفولوجيك. لكن كباثولوجي بقى، وهو ده اللي يهم اي فيزيشن، ليه؟ لان الباثولوجي هو اللي هيندرج تحتيه، انا همانج البيشنت ده ازاي؟ طيب كباثولوجي هتبقى كاتيجورايز انتو تو جروبس، منهم انفلاماتوري ومنهم فاسكولوباثيك، والفاسكولوباثيك هم الميجر باثولوجي في معظم الكوتينيوس مانيفستيشنز اوف كوفيد 19. هنلاحظ هنا ان الفاسكولوباثيك اندرج تحتيه انه ممكن يكون ارتكاريال وتشيل بلينز لايك وبربرا وليفيدويد زي ما هنشوف دلوقتي. الارتكاريال ليجنز هنبدا بيها ليه؟ لان هي الموست كومن كوتينيوس مانيفستيشن لوحظ، وممكن حضراتكم لاحظتوا ان بيطلب منكم كونسلتيشنز كتير ان بيطلع ارتكاريا يا اما وهو عنده كوفيد او بعد الكوفيد. لأقول في كيس سيريس ان هي بترينج من 7 لـ40% من الكوتينيوس مانيفستيشنز ريبورتد في الكوفيد، يعني حوالي نص الحالات بتاعت الكوتينيوس مانيفستيشنز عباره عن ارتكاريا، ولاحظوها ان هي مينلي في الميدل ايج بيشنز. طيب الباثولوجي بتاع الارتكاريا ليجنز بتاعت الكوفيد هل تفرق عن التيبيكال ارتكاريا؟ ما بتفرقش، وهنلاحظ ان في هنا لما هتلاقي هنا لما بنيجي نتفرج في الباثولوجي بتبص من فوق لتحت بسرعه الكورنيوم ايبيديرمس ديرمس، الباثولوجي زي ما واضح هنا مينلي ديرمال، هنلاقي ان في بالور في الديرمس، لما نلاقي بالور في الديرمس ده معناه ان في ايذر اديما او انفلتريشن بحاجه ثانيه خلاص اللي هي الميوسين يعني. فهنا هنلاقي اديما ليه؟ لان في بالور وفي السبيسز بتوين الكولاجين فايبرز زادت، تمام. بالاضافه ان في حاجه في باتشي باثولوجي، دايما لما اشوف باتشي باثولوجي اقول ان في حاجه في البلاد فيسلز حاجه. لما نقرب هنلاقي ان البلاد فيسل انتاكت ما فيهوش انفلاميشن، بس في انفلتريشن طالع منها وحواليها، دول اللي هما نيوتروفيلز، تمام. الارتكاريال ليجنز دوت الباثولوجي بتاعها، والحمد لله الاوتكمز بتاعهم ما فيهوش اي سيريسنس، يعني ما بقلقش لو في كوفيد بيشنت وبريزنتد بارتكاريال ليجن مش بيدل على حاجه سيريس. امال التشيل بلين لايك ليجنز اللي هي بيسموها الكوفيد توز، تمام، هي السكند موست كومن مانيفستيشن ريبورتد في الليتريتشر، هي ليها
يسموها ليتشل برين لايك ليجنز لان هي ملهاش تريجرنج فاكتورز. يعني حتى في الصيف العيانين اللي في الصيف كانوا بيبرزنت بالكوفيد توز دي. طيب هي برضو برزنتد في الفيت والديستال لينكس وممكن تبان في الهاندز مش مشكله. طيب لما خدنا لها باثولوجي هنلاحظ هنا الباثولوجي هنا الكورنيوم عندي ثيك ده معناه ان فيها هايبركيراتوزس في الغالب علشان هو اكرال ليجنز. اكرال ليجنز طبيعي ان انا الاقي فيها هايبركيراتوزس. هنلاقي نفس المنظر تاني ان هو الديرمس فيها باتشي يبقى انا عندي هنا حوالين البلاد فيسلز حاجه. لكن لما اجي اقرب هلاقي اول حاجه هنا بص هنا في فوكال انترفيس اللي هو لما اجي اقرب اهو الانترفيس فاكيولر ادي اول حاجه. وتاني حاجه البلاد فيسلز بقى لما اجي اقرب منها هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها ادي الوول الاديماتس اتس انفليمد وبعدين حواليها ايه؟ وانفلتريتنج للوول اللي هم الليمفوسايتس دي فورم اوف ليمفوسيتيك فاسكولايتس. تمام؟ طيب مش بس كده هنلاقي برضو الاكراين جلاندز من تحت برضو انفلتريتد بالليمفوسايتس وديت البيكتشر الطبيعيه اللي بنلاقيها في الكلاسيك تشيلبلينز. يبقى لقيناها في الكلاسيك تشيلبلينز لقوها برضو في الكيوتينيوس كوفيد اللي هم اللي عباره عن ايه سوبرفيشال اند ديب بيرفاسكولار انفلتريت وبيبقى فيها فوكال انترفيس ومعاها ليمفوسيتيك فاسكولايتس. طيب ديت برضو بايوبسي اتاخدت برضو من كوفيد توز لاحظوا فيها ايه؟ بالاضافه تاني في انترفيس وعندي هنا شويه بابيلر اديما لكن لاحظنا برضو اللي هي الباتشي باثولوجي دي خلاص يبقى احنا حوالين البلاد فيسلز. بالاضافه للليمفوسيتيك فاسكولايتس اللي هي هنا تاني اللي هي الفيسل وول اديما والليمفوسيتيك انفلتريت حوالينها وفيها لقوا ايه؟ ان في حاجات بيبقى اوقات الفايبرين بيعمل ثرومبس فيها. ديت الايه؟ مور سيفير فور. تمام؟ يبقى الهيستوباثولوجيك بيكتشر الثانيه اللي لقوها في الشيل بلينز ان فيها ثرومباتيك فاسكولوباثي. لقوها فيها فايبرين بس ما فيش ديستراكشن يقول ان في ايفيدنس ان في ترو فاسكولايتس اللي هي ليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس. طيب هل انا اقلق من كده؟ لا، لقوا ان الناس اللي هم عندهم دول ودوروا على الهايبر كوجبل ستيت بتاعتهم ما تقلقنيش. يعني ما اقلقش من الموضوع ده، لكن ابقى فاكره ان الشيل بلينز في الكيتينيوس كوفيد ممكن يكون اللي هو الكلاسيك او ممكن يبان فيها ثرومبس فايبرين ثرومبس. والتشيل بلينز برضو لقوا الاوتكم بتاع الكوفيد بيشنتس فيها كويس جدا ما فيهوش مشكله. امال البربرا لقوا ان في بيشنتس بريزنتنج ببربرا وديت الليست ريبورتد ريبو حوالي 3% بس اوف بيشنتس. تمام؟ البربرا ديت هل كانت انفلاماتوري ولا انفلاماتوري؟ لا لقوها انفلاماتوري لقوها بالبابل بربرا ومش بس بالبابل بربرا لقوا كمان ان ممكن تبقى اكتر تبقى هيموراجيك فاسيكلز ممكن عم تعمل ارتكاريال شكل الارتكاريال فاسكولايتس. يبقى احنا بنتكلم على سمول فيسل فاسكولايتس. طيب الباثولوجي بتاعها برضو احنا لقينا هنا لسه الابيدرمس ما فيهوش حاجه ديت اللي هي بريزنت بالنسبه لي كبالبابل بربرا حيث الابيدرمس لسه انتاكت لكن هنلاقي ان هو الباتش باثولوجي اهو البلاد فيسلز زي ما احنا شايفين اليومن ما بقتش شايفاه لان حصل فايبرينال نيكروزس قفل اليومن وبعدين في ايديمس ونيكروزس وفي اكسترافازيشن ار بي سيز حواليها وكل اللي حواليها دول هنلاقي ان فيها اللي بيسموها نيوكليير داست اللي هي ليوكوسايتوكليزس النيوتروفيلز تكسرت. طيب السيفير فورمز برضو ديت برضو بيشنت وذ كوفيد 19 وحصل له هيموراجيك فاسيكلز بالاضافه للبالبابل بيربرا دول بقى لما بيحصل هيموراجيك فاسيكل هي ديت بتبريزنت كلينيك باثولوجيكال ان في نكروزز برضو في الابيدرمس زي ما احنا شايفين ادي الابيدرمس النورمال هنا لما يبتدي يحصل بالور بالمنظر ده ده هيفصل مع الوقت مع الاكسترافازيشن للار بي سيز هيوريني كلينيكال على انه هيموراجيك فاسيكل ونفس الطريقه برضو ان في فايبرينويد نيكروزس واكسترافازيشنال ار بي سيز وليوكوسايتوكليزس. طيب ده مش بس كده ده في ريبورتد والدكتور احمد برضو لفت نظرنا ان هو ممكن يكون في ايزينوفيلز حوالين الفاسكولايتس في كيس ريبورتس قالت ان هو ممكن يترجل جرانيولوماتوزس وذ بولي انجيتس ولقوا برضو تريجر اي جي اي فاسكولايتس. ديت برضو كيس ريبورت ان هو في بالبابل بيربرا بالاضافه لكده كان في جنبيها ريتيفورم بيربرا والباثولوجي ورا برضو ادي باتشي اهو يعني حوالين البلاد فيسلز ولما نيجي نقرب اكتر هنلاقي ان برضو الدستركشن بتاع البلاد فيسل لكن حواليها ليمفو هيستيوسيتيك انفلتريت وحواليها ازينوفيلز وشخصوها على انها جرانيولوماتوزس وبولي انجيتس. تمام؟ يبقى ديت احنا اتكلمنا على الارتكاريال اتكلمنا على تشيل بلينز اتكلمنا على البربريك ليجنز لقوا كمان الليفيدويد ليجنز. طب الليفيدويد ليجنز دي اخبارها ايه؟
هي ليه اصلا بتحصل ليفيدو؟ عشان بس نبقى فاهمين الشكل ده بينتج عن ايه. بينتج عن ان في الاستجنيشن بتاع الفينوس بلاد فيسلز اللي هي الدي اوكسجينيد البلاد بيبقى استجنيتد في الفينز، فبيرسم لي الرسمه دي. يعني انا شايفه رسمه الفينز في الفاسكوليتشر بتاعت السكين. طب ايه اللي يعمل كده؟ يا اما يكون بارشل زي الليفيدو ريتيكولاريس يروح ويجي، يعني اليومن بتاعي ضيق عامل زي الطريق اللي هو يا اما يكون زحمه يعدي شويه شويه يا اما يقفل خالص. خلاص لقوا ان ديت بتريبريزنت حوالي 6% اوف بيشنتس. وكل ما زاد الديجري بتاع الليفيدو زاد الديجري بتاع الاوكلوجن، لقوها ان هو زاد برضه السيفيريتي بتاعت الكوفيد. البرزنتيشنز اختلف، يعني كل البرزنتيشنز كانت موجوده عشان كده سموها ليفيدويد ايربشنز. كانت في منهم الليفيدو ريتيكولاس عادي اللي هو مع الستاندنج او مع الكولد، لقوها برضه مع الكوفيد بتروح وتيجي. اللي هو ممكن تكون فيكسد خالص وعملت الليفيدو ريزموزا حيث اللي هي الرينجز ديت البروكن رينجز. في ريبورتد ان هو وصلت لريتيفورم بيربرا، وريتيفورم بيربرا برضه وروا ان في اسكيميك انكروزس والسس ممكن توصل ليها. والباثولوجي بقى هو المهم عندي، ان في اوكلوجن للبلاد فيسل، اتس ا فاز اوكلوزيف ديزيز هو اللي بريزنتنج ليا بليفيدو. تمام، وديت اذر كيس ان فيها ادي ريتيفورم بيربرا هنا، والباثولوجي برضه ورا ان انا عندي اوكلوجن باي ثرومبس. فالليفيدويد ايربشنز للاسف مش بس ان هي لقوها في البيشنتس اللي هم عندهم سيفير انفكشن، لقوا ان البيشنتس دول عندهم الدي دايمر عالي، عندهم الهايبر جواجبل ستيت، وعندهم وللاسف لقوهم اكتر في الالدرلي بيشنت. معناها ايه؟ معناها ان انا لما اشوف حاله ليفيدو لازم اخد باثولوجي، لازم اخد بايوبسي، لان لو لقيت ثرومبس دوت لازم ابدا له اسمه ايه ده ثيرابيوتيك انتي كواجوليشن. طيب احنا خلصنا كده الفاسكولوباثيك رياكشن باترن ديت. لاست نوت ليست المالتي سيستم انفلاماتوري سيندروم ان تشيلدرن اللي هي بيسموها كاوازاكي لايك. ليه سموها كاوازاكي لايك؟ ديت لقوها مانيفيستيشن بتحصل للاطفال اللي هم عندهم كوفيد. ليه سموها كاوازاكي لايك؟ في حاجات مشتركه بينهم كلهم عندهم فيفر. تمام، بيجوا بالهيميكوزا الهايبرينيا كونجنكتيفايتس اللي هي الميكوزا الهايبرينيا بتاعت اللبس، وبعدين عندهم اللي هي الاديما الاكل الاديما بالاضافه للراش. خلاص، لكن الكاوازاكي الطبيعي العادي بيبقى في الاطفال تحت سن 5 سنين، ما بيحتاجوش انوتروبس، ما بيحصل لهمش شوك، ما بيحتاجوش ميكانيكال فنتليشن، في حين المالتي سيستم انفلاماتوري سيندروم احتاجوا الحاجات دي. تمام، احنا ليه بنتكلم فيها في الفاسكولوباثيك رياكشن باترن؟ هو كجلد بيمنفست على انه موربيلي فورم ايربشن في الغالب، ماكيلوبابيلار ايربشن او ارتيكاريال، لكن الكاوازاكي از كونسيدرد از ميديوم فيسل فاسكولايتس، عشان كده ممكن بيعمل كارديتس ومالتي سيستم يعني انفلاميشن. فناخد بالنا بس ان لو طفل جالنا بالماكيلوبابيلار ليجنز دي عملت بايوبسي ما لقيتش حاجه، بس اخد بالي لحسن يكون دوت اللي هو كاوازاكي سندروم اللي هو المالتي سيستم انفلاماتوري سندروم. يبقى التيك هوم مسج بتاعي دي ان الكوفيد 19 ديمونستريتد رينج من فاسكولوباثيك من ارتيكاريال لحد فازو اوكلوسيف ديزيزز، وان الباثولوجيك بيكتشر ديت ممكن تكوريليت ان سام بيشنتس بالسيفيريتي، واخد بالي من الموضوع دوت. ومن ثم السكين بايوبسي مهمه قوي عشان انا ديتكت الفازو اوكلوسيف ديزيز وانبه الكلينيشن او انبه البيشنت لا لازم ياخد ثيرابيوتيك انتي كواجوليشن. وشكرا جزيلا لحضرتك.